طيب خلونا في البداية ننعي رحيل عضو النادي الأهلي الكبير اللواء محمود عطالله، واحد من رجالات القوات المسلحة الكبار، واحد من أبطال حرب أكتوبر، كان عضوا بارزا في الجمعية العمومية للنادي الأهلي، كان له حضور المؤثر وكان صديقا لكل أبناء النادي وكان دائم التواجد في النادي. ألف رحمة ونور على روح اللواء محمود عطالله. اللواء محمود عطالله رحمة الله عليه، هذا صديقي العزيز الراقي القيم، الشحم الطيب، أحد أقطاب أعضاء النادي الأهلي اللي كان على تواصل مستمر لسه ما فيش من كام يوم، من أسبوع كلمني كلمني وراجل متابع لكل شيء وعايزين وما تطلبش منه خدمة إلا لما هو اللي بيتابعك، يعني هو اللي يعملها ويقول لك فلان يتواصل، انا اتكلمت فلان. ايه الجمال ده وايه الشخصيه دي رحمه الله عليه، ويصبر اهله يا رب. ويعني بنفتقد كل يوم والتاني حد يسيب عندنا فراغ كبير. شيعت جنازه اللواء محمود عطالله اليوم من مسجد السيده نفيسه، والعزاء في منزل العائله في المراغه بسوهاج، ويوم الحد ان شاء الله في مسجد الحمديه الشاذليه مراسم قبول التعازي في رحيل اللواء محمود عطالله عضو النادي. الف رحمه ونور عليه. كمان بنشاطر الكابتن سيد معوض نجم النادي الاهلي ومدربه ومدرب المنتخب السابق الاحزان في وفاه والدته، تغمدها الله بواسع رحمته والهم الكابتن سيد والاسره الصبر والسلوان. ربنا يعني يرحم امهاتنا ويخلي الامهات الباقيات لاهليهم وزويهم، مفيش أدفى من حضن الأم.